بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كراكم غاية لاباس؟ الحمد لله. صح رمضانكم وصح فطوركم وصح سحوركم، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله هذا الشهر يكون يعني تكون صحتنا بخير، ويعني نكون دائما بخير ان شاء الله وبصحة جيدة. هنايا كما كتشوفوا رايحه نتقاسم معكم مائده اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم. هي مائده متواضعه وبسيطه، ورايحه نقدم لكم يعني فطائر مالحه، يعني بعجينه سحريه روعه وبحشوه روعه كذلك باللحم المفروم. يعني سهله وبسيطه واقتصاديه، ويعني اقل وقت تخدميها. هنا كما كتشوفوا راح نبدا بالعجينه. درت البول تاعي، راح ندير درت كاس تاع فرينه، نعبر بالكاس تاع اتاي، انا عبرت بكاس تاع اتاي. اذا تقدروا زعما تضعفوا المقادير، تكون عائله كبيره الله يبارك، ضعفوا بكاس كبير او بغرفيه. زدت لها نص ملعقه تاع السكر. يعني هذه العجينة روعة روعة، يعني روعة. ضفت لها كذلك ملعقة تاع خميرة الخبز. راح نخلط المقادير. من بعد نضيف كاس تاع أتاي تاع ماء دافي، يعني نفس اللي عبرت به الفارينة. نخلط المليح المقادير، من بعد نغطيها وخليها مدة 10 دقائق حتى تخمر لنا. من بعد نولو نكملو في يعني الجزء الثاني تاع العجينة. يعني هذه العجينة السحرية يعني روعة، حتى في الأخير ما تخليهاش تخمر لك، يعني تخرج لك نتيجة مرضية. ولا خليها على راحتها. هنا هذه يعني نخدموا هذه العجينه بال يعني بزبده، انا خدمتها بالمارغرين وخرجت لي يعني مرضيه، يعني في النتيجه مرضيه. اذا عندكم زبده التوريق خدموها بزبده التوريق، تخدموا بها كل شيء، يعني السوفلي لي شوسون، يعني كاع العجائن تخدموا بها لهذه العجينه السحريه. يعني سهله، ويعني تسهل عليك على الامور. هنايا راح نغطيها نغطيها وخليها مده 10 دقائق نوليها. انا هنا خمرت لي، وراح نضيف لها هنايا ربع كاس تاع الزيت، يعني الكاس اللي عبرت به الفرينه والماء، ربع كاس تاع الزيت. من بعد نضيف لها يعني ملعقة حليب غبرة أو يعني لحظة، نخلط مليح. من بعد نضيف لها يعني كمية قليلة حتى تاع الملح، على حسب الذوق، يعني على حسب كمية تاع الفارينة، يعني ديروا حسابكم ما تكتروش الملح. حتى تجي صامتة ومش كما تجي مالحة. المهم الملح، يعني نحرزوا رواحنا من الملح. نخلط المقادير مليح، من بعد نبدا نضيف الفرينه يعني بشويه حتى تتلمنا العجينه وتكون يعني عجينه ملساء. هنا البنات نصفوا الفرينه، خاطرش الفرينه تجي شويه يعني فيها يعني ما تجيش نيشان صافيه. كما هنايا انا كنت مصفيتها وزدت هنايا صفيتها. نبدا يعني نضيف بشويه ونخلط حتى تلم لي العجينه، يعني ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش طريه قعطريه.
هاوينا راح نلمها مليح. هنا البنات هاد الفطائر سيوهم، ردوا لي الخبر في التعليقات، يعني جو فطائر يعني روعة. هنا راح ندلكها شوية، مشي بزاف، ماشي حتى تدلكوها يعني كما الخبز او كما، يعني شوية ندلكها وندي يعني نخدمها، نقصها كويرات وخليها ترتاح، حتى ما خليتوهاش ترتاح يعني خدموا بها تقدروا تخدموا بها مباشرة. واللي قل يكون الكويرات يعني متساويين. هاوينا قصيتها وراح عندها كويرات يعني متساويين، ونغلقها بالورق السيلوفان ونخليها ترتاح مدة لي يعني خدمت الحشو تاعي، خليته يبرد من بعد نولي لها. وحتى تقدروا يعني تخدموها مباشرة، تكون من قبل يعني خادمين الحشو ويعني مخلينه يبرد. حتى الحشو يعني تنجمو ديروا حشو اقتصادي، انا بدلت شويه يعني ماشي نقعدوا الفلفله يعني درت حشو يعني لحم مرحي. هنا درت مقله، حين نبدا دوك الحشو خليت العجينه تاعي ونبدا الحشو. درت مقله فيها شويه زيت، ورايحه نحط البصل تاعي قطعته قطع صغيره، خليه يتقلى يعني غطيه وخليه يتقلى شويه. الحشو حتى الحشو تنجمو تبدلو يعني ديرو حشو اللي يعجبكم. هنا خليها تقلى شويه، من بعد كي تقلى نولو. كي تقلت لي رايحه نضيف لها، هنايا قطعت الزيتون قطع صغيره وزوج سنينات ثوم مبشورين وشويه قزبر. انا نبغي القزبر بزاف، اذا ما تبغوش القزبر ديروا المعدنوس. القزبر عنده ذوق يعني خير من المعدنوس، يعني ذوق شباب. رايحه نخليها تتقلى شويه، هنا تكون نار قليله يعني عمركم ما تزيدوا في النار، يعني خليها تطيب على راحتها، يعني تحاولوش تزربوا في القلي. هنا راح نضيف له اللحم المفروم، هنا كان في المجمد. نخليه يطيب مليح، نخلطه ونخليه يطيب، من بعد نضيف له التوابل، حتى التوابل يعني اللي تبغوها. مع اللي نعرفه باللحم المفروم يعني يعني بالخفيه يطيب. نضيف هنايا الفلفل الحار اللي خدمته معاكم، يعني راني نخدم به كل المأكولات، حتى في الحريرة يعني ندير في الحريرة يعني كل شيء، يعني روعة يعني ما يضيعش، تحطه في الثلاجة ما يضيعش. نحطه فقط لتحت في الثلاجة
يعني بقى هو هو. ونضيف هنا حتى الهريسه يعني باش تعطينا ذاك اللون وذوق، وذوق في اللحم المفروم. يعني اللحم المفروم تاعنا لابد ما كترولهش التوابل باش يقعد الذوق تاعه. هنا فلفل اسود، وراح نضيف هنا فلفل عكري اللي هو الفلفل الاحمر، يعني فقط باش يعطينا هذاك اللون، اللون للحم تاعنا. انا هذو هما التوابل اللي ضفتهم، اللي تعب زيت الكمون، زيت القرفه، يعني اللي تبغيه. نخلط مليح على نار قليله حتى يعني تخلطونا كاع هذوك التوابل العطور. من بعد نطفي عليها ونخليها تبرد، ونولي هنا العجينه تاعنا. العجينه تاعنا هنا نبدا نحل، كل وحده نبدا نحل فيها ونخليهم على جهه، ونستعينوا بالفرينه. حتى في الحل تاعها تجي هايله كما تشوفوا، هي خمرت في الحل تاعها، تجي سهله يعني تحليها بكل سهوله. ما تعذبكش يعني، نحل كل وحده نحلها وخليها على جهه باش نبدا التدبيره اللي حنوريها لكم. يعني تدبيره روعه البنات، روعه. سيو هذا الفطائر ورجعوا لي الخبر في الكومنتير. المشاركة تاوعي يعني مفرحيني بهذوك التعليقات الشابات، يعني تعليقات روعة. الله يحفظكم والله يكملكم ما تتمنوا ان شاء الله. واللي ما اشتركوش في القناة نتمنى يعني يشتركوا ويفعلوا الجرس حتى يصلهم كل جديد. ان شاء الله انا ثاني نفرحهم. هنا راح نكمل كاع العجينة تاعي. هنا كيما تشوفوا يعني تجي سهلة، يعني تتحكمي فيها بكل سهولة. هنا كملت كل شيء ورايحة نبدأ يعني بالتدبيرة اللي حنخدموها مع بعض. حنحي هذيك كاع الفرينه، ورايح نبدا ندير في الزبده او مارغارين. حتى عندكم زبده توريق يعني خدموا بزبده توريق. انا حتى هذا يعني المارغارين يعني جاتني روعه، يعني عجينه روعه روعه روعه. يعني كي نقول لكم روعه يعني صادقه، يعني 100%. حتى في الذوق تاعها يعني تجي شابه. هنا درت المارغارين، راح ندير العجينه الثانيه فوقها، يعني نخدمها مليح من الجوانب حتى يجونا يعني مقادين يعني كيف كيف. ونزيد ندير الزبده يعني مارغارين فوق العجينة الثانية، ومن بعد الثالثة، ومن بعد الرابعة، حتى نكمل الأخير. البنات يعني يعني شاهدوا الفيديو من الأول للأخير باش تشوفوا يعني الطريقة، يعني الطريقة كل شيء يعني يعني بالتدقيق، يعني باش تقدروا يعني تخدموها كل سهولة وان شاء الله تنجح لكم.
يعني سهلة حتى ترفدها ترفديها ولا يعني سهلة. هذاك الذوق تاع الحليب بودرة، حليب بودرة كذلك يعني تجي خفيفة بيه، تجي حتى الذوق تاعها تجي ذوق شباب. نزيد تاني نجي ندير المارغارين، يعني ما نكتروش بزاف. حتى هاد العجينة السحرية حتى تقدروا تخدموا بها البيتزا عادي، يعني عجينة يعني فيها ذوق رائع. زيتني الزبدة وال يعني الأخيرة، يعني العجينة الأخيرة يعني ما ندير فيها حتى شيء، نديروا الفرينة من فوق باش تقدروا نحلوا. حتى في العجينة البنات قدروا تدخلوا فيها يعني الزعتر، دخلوا فيها يعني هاد الأعشاب. أنا ما درت فيها حتى شيء، يعني تقدر درت يعني درتها عادي. هنا درت الفارينة ورايحة نبدأ نحل فيها، يعني دائما نستعين بالفارينة لكن ما تكتروش بزاف حتى تنشف كاع تنشف. رايحة نحلها مربع باش نبدا نقص يعني في المربعات تاوعي. هنا هاينا راح نستعين بالجرارة، يعني هنا نقادها مليح، يعني نساويها مليح من الجوانب. والعجينة اللي تبقى يعني نحوها يعني من بعد نخدموا بها، يعني ما نطيشوهاش، يعني كل شيء نخدموا به حتى حاجة من اللي ما نطيشوهاش. هنا اللحم المفروم تاعنا راه برد، وعندنا الفرماج المبشور، ورايحة نبدأ نحشي في العجينة. هنايا يعني نقيس النص تاع العجينة هذه مستطيلة، ونبدأ نحط في الحشو تاعي. ندير الفرماج من فوق، فرماج مبشور، أي فرماج تبغوه، المهم يكون فرماج يعني اللي يدوب بالخف، يعني كي تيري في الفرن يدوب. هنايا نزيد فوقها يعني ديك العجينة اللي قصتها، يعني أسهل طريقة خيمة تقعدي تطبعي وتقعدي. ونبدأ من الحواف، نبدأ من بعد راح نقصها، نقص كاع يعني الزيادة. ونبدا نقص كل حبه وحدها، وراني مجدة يعني هنا الفرن تاعي راني شاعلها ساهو منقصه عليه، والموجدة البلاط تاعي دايره فيه ورق الطهي، ورق الزبده. هنايا نبدا يعني نساوي في الحبات تاوعي، ومن بعد يعني نغلقهم مليح باش هذاك الحشو ما بيخرج الناش في الفرن. يعني عجينة روعة سهلة واقتصادية، حتى اقتصادية وبسيطة، ويعني يعني متعبكمش بزاف. هاوينا الحبات
لو حبيت مربعات والشكل اللي تبغوه نتوما. جاو حبات كبار، إذا بغيتو تصغروا الحبات صغروهم. يعني نساوهم مليح من الجوانب حتى ما يخرجناش الحشو. نتمنى البنات يعني نكون في حسن الظن نتاعكم، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، ومع فيديو جديد ان شاء الله، ويكون يعني كل فيديو يكون احسن من الفيديو اللي قبله، وان شاء الله دايما نفرحكم. يعني كل مرة نفرحكم بحاجة جديدة. وهنا العجينة تاعي رايحة ليبقاس، راح نبدأ نقص فيها، يعني نطبع فيها وندير شكل آخر. مهم انتم الشكل، يعني الشكل اللي يعجبكم. ندير فرماج كذلك، ونبدأ نعدل فيها بالأصابع، يعني نغلقها مليح حتى ما يخرجناش الحشو في الفرن، يعني شكل شباب. حتى هذا الشكل شباب، حتى كي تكبروها ثاني تجيك تجي شابة. كمل كل شيء كاع العجينة تاعي، من بعد نبدأ يعني نوضع في الـ يعني البيض. هنا درت صفار بيض مع شوية خل، تقدروا ديروا شوي قهوة، أو تقدروا ديروا، يعني مهم يمشي هذاك يعني الذوق تاع البيض. تقدروا حتى من الفوق ديروا سانوج، ديروا جنجلان محمص. أنا ما درت فيها حتى شي، خليتها هكا يعني سامبل. ونديرها في الفرن تطيب على نار ما تكونش قاوية بزاف، يعني شوية يعني متوسطة. طيب من تحت ونزيدو نطيبوها من الفوق. وبالخف طيبنا هذا العجينة، يعني سهلة حتى في الطياب سهلة، وبذوق رائع. ونتمنى يعني تسيوها، ويعني نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Okay. Yeah.